يلا يا اما، انا عايزاكي بقى تخلصي طبقك كله. حاضر يا ماما، بس احنا ممكن نخرج النهارده. ايوه، حاضره خرجك النهارده، بس لما تخلصي اكلك كله هوديكي المكان اللي انت عايزاه. ايه، وحيفه عركب العجله بتاعتنا الجديده؟ اه، حاضر هركبها لك. المهم بس خلصي اكلك كله وانا هشرب النسكافيه بتاعي، بعد كده بقى هنطلع انا وانتي بالعجله واخدك وافسحك في الايه، في الجنينه. واو، الله، انا بحب جدا جدا العجله الجديده بتاعتنا. اوهو، يلا يا اما، انا ركبت العجله اهو، وانا راكبه يا ماما كمان اهو. يلا، انا مقفول عليا كويس. اوكي، يلا بقى نطلع انا وانتي نروح رحله بالعجله الفظيعه دي. اوكي، مستعده؟ اه يا ماما مستعده اهو، همشي بقى بيها كده. اوكي يا ماما، انا معاكي اهو. الله يا ماما، احنا وصلنا. الله يا ماما، دي جميله جدا جدا جدا. اه، انا حاسه ان انا تعبانه يا ماما. ايه ده، مالك يا اما؟ ده انا لسه واصلاكي الجنينه اللي انتي كنتي بتحبيها. تعالي كده بقى افرجك، تعالي نريح شويه تحت الشجره لحسن انا تعبت جدا جدا من العجله دي، قطمت وسطي. طيب ماشي يا ماما، ممكن تحكي لي حدوته؟ طيب، كان في مرة بنت صغنونة جميلة اسمها إيما، قعدت تمشي تمشي تمشي، وبعدين لقت ضفدعة راحت بستها، وراحت افتكرت ان هي بقت امير، ان هو هيكون امير. ايه ده، ماما نامت، ماما نامت، انتي نمتي يا ماما؟ ما كملتيليش القصة. طيب خلاص، انا اروح العب بقى في الجنينه شويه واشوف اي حاجه تانية اعملها. اوكي يا اما، بس ما تمشيش بعيد عن هنا. ماشي يا ماما، ما تخافيش خالص. ايه ده، الله، حلوه الفاكهه دي جدا، ايه دي جميله، ايه دي، تعالي انا خدي اقولك. ما بتعبرنيش، بس 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 بس. تعالي قطه، انتي قطه، ما تفرضش عليا خالص، مش عارفه ليه. ايه ده، دي الميه ساقعه قوي، مش هينفع احط رجلي فيها. طيب خلاص، اما اشوف حاجة تانية اعملها في الجنينة الفظيعة دي. ايه ده، الله، حلو الزرع ده جدا. اوه، ايه ده، دي هناك الضفدعة اللي ماما كانت بتحكي لي القصة عنها. واو، انا عايزة اعمل زي القصة بالظبط. انتي الضفدعة، هاي، ازيك، انتي جميلة، انتي جو 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 جو. الحمد لله الضفدعة ما نطتش. ايه ده، ضفدعة، ازيك، عاملة ايه؟ هقعد بقى معاكي واحكي لك قصتي. انا اسمي اما وعندي 3 سنين، وبحب جدا اللعب. ماما حكيتي عني كتير وقالت ان انا، ايه ده، هي اما راحت فين؟ يا نهاري، ده انا نمت وهي مش موجودة. اما اما اشوفها راحت فين، اما بس. فبقولك بقى، وراحت ايه، ورحت قاعدة كده، وبعدين ايه، ماما قالت لي لو انا جيت بوستك هتتحولي امير امور قوي قوي قوي. فمش عارفة الصراحة اعمل الخطوة دي ولا لأ. احنا عايشين في فيلا دلوقتي، ومش عارفة الصراحة اللغة اللي انتي بتتكلمي بيها. اوكي، بس انتي شكلك ما عندكيش سنان زيي. انا برضو لسه مش عارفة ان انا اتكلم كويس. طيب خلاص، اوكي. انا كمان، خلاص انا هبوسك بقى زي ماما قالت، وخلاص هتتحولي ان شاء الله تكوني امير. انا مش عارفه اعمل الخطوه دي، بس يلا مش مشكله، هجمع انفاسي. انا عادي دلوقتي، 1 2 3. ايه ده، اما بتعملي ايه يا اما؟ ابدا يا ماما، انا كنت ببص الضفدعة. يا نهار يا اما، يا ايه القرف ده يا اما، حد يعمل كده؟ ايه يا ماما، مش انتي قلتيلي لما بص هتتحول امير؟ لا طبعا، دي كانت قصة. تعالي بقى اتفضلي قومي. يا كيكي، ايه القرف ده كده يا ماما، خوفتي الامير وخليتيه يجري بعيد. يا بنتي تعالي بس، دي ضفدعة، هنروح ونبقى نجيلها تاني. اوه، انا مش قادره اصدق بنتي بس الضفدعة، ايه القرف ده يكي.